هواية بدأها بعد مشاهدة فيلم على اليوتيوب لفنان توازن كوري يوازن الأشياء بيديه ويجعلها واقفة بصورة مذهلة. أعاده لأكثر من مرة وقرر أن يجرب التحدي. استغرق ساعة كاملة لموازنة 3 قناني بيبسي فارغة. اطلع على عدد كبير من الفنانين الذين يتقنون هذا الفن وقام بالتوازن ونجح، وأدرك حينها أنه ليس هناك مستحيل أمام الإرادة. بدأت موهبتي قبل 4 سنوات، شفت فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لفنان توازن. بديت أسوي هذا الشيء بالبيت. بالبداية واجه الصعوبات، أول أشهر واجه الصعوبات بالتدريب والممارسة. بقيت أتدرب حوالي 6 ساعات باليوم تقريبا. أول عمل كان قارورات زجاجية طول عندي نصف ساعة. بالنسبة لإبراهيم، إبراهيم شاب من مدينة الناصرية عمره 23 سنة. إبراهيم ممرض فني بدائرة الصحة الذقاء. إبراهيم تولع بقضية التوازن، فن التوازن. بدأ يتابع عن طريق التواصل الاجتماعي، بدأ يتابع الفنانين الكبار اللي هم من اليمن ومن كوريا، واستطاع أن يتقن عملية التوازن. فن التوازن فن نادر، وعدد قليل من الأشخاص في العالم من يتقنوه. فهناك 8 أشخاص في العالم العربي يجيدونه، أما المحترفون فهم 10 أشخاص على مستوى العالم. ويعد إبراهيم أول شخص يدخل هذا الفن إلى العراق. فن التوازن فن نادر، قليل بالعالم يتقنون هذا الفن. بالعراق ماكو فنان توازن، فحبيت أكون أول شخص يدخل هذا الفن على العراق. فن التوازن هو فيزياء بالأصل، بس انت حتى لو عندك مبدع إبراهيم، هو يمتلك مهارات واحترافية عالية في عملية توازن الأشياء. واضح من خلال ما طلعت عليه من فيديوهات أنه هذا الشاب يمزج بين الموهبة الفنية أو ما يعرف بالفنون التشكيلية وبين الفيزياء، حيث أنه حقيقة يطبق قواعد فيزيائية، لكنه ليس بالضرورة أن يعرف أنه يطبق أو لا يطبق، إنما هو الإبداع والموهبة اللي يمتلكها هي اللي تخلي الأشياء تتوازن. يتدرب إبراهيم لأكثر من 5 ساعات في اليوم. جرب الكثير من المحاولات غير الناجحة ووجد بعض الأفكار وطورها. مرات المحاولات اللي تفشل عندي هو تغلب عليها بس التكرار والطموح. يعني أنا يدوصل إلى هدف وحلم، فالطموح اللي عندي خليني يعني أحاول مرة واثنين وثلاثة إلى أن أوصل للشيء اللي أريده. لم يحبذ الظهور الإعلامي إلا بعد أن امتلك شروط النجاح في عمله بعد تدريب شاق ومضن. وفن التوازن يحتاج إلى التطبيق والممارسة. إبراهيم شاب طموح، وإحنا كشباب كأصدقاء بدينا ندعمه، وبدينا يعني من خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي. قدر إبراهيم اليوم أن يوصل إلى العالم، وقدر أن ينافس البقية. عملية التوازن تعرف يراد لها هدوء
وعدم يعني الحركة بالقرب منه، استطاع إبراهيم أن ينجز هذه الأعمال وطول لمدة 4 سنوات إبراهيم يتدرب لمدة وتدريب يومية 5 ساعات إلى 6 ساعات ما يمل. بدأ إبراهيم طموحه إلى أن حقق طموحه ووصل اليوم لأعلى مستوى. اليوم إبراهيم بدأ يتحدى يعني كبار الفنانين التوازن اللي هم يعدون على عد الأصابع. أغلب أفكاره ينفذها مما حوله في الحياة اليومية كالأدوات والأشياء والمعدات والأواني والصخور، ولا يفرق بين كبيرة وصغيرة، وقيمة الإبداع والإبهار أن تتوازن المواد الكبيرة على أشياء صغيرة. يحاول أن يصنع أفكاراً جديدة وأفكاراً صعبة، وانفرد في عدد من الأعمال التي سجلت باسمه. أنا أحاول أسوي شغلات صعبة، أوازن شغلات صعبة، أفكار جديدة من عندي. طلعت هواي على فنانين توازين يتقنون هذا الفن، أخذ الفكرة بس أطورها أسويها أصعب، مو نفس الفكرة تقريبا. أحاول أسوي لوحة جميلة من التوازن اللي أسويه، مو فقط يعني شيء توازن، هاي ألوان أو أشكال مختلفة. أعماله صعبة وشبه مستحيلة ولا يمكن تقليدها بسهولة. يقول إن كل هذه الأعمال ليس الهدف منها التوازن، بل صناعة لوحة جميلة تسر المشاهد وتبعث على الإعجاب، ولا يمر عليها مرور الكرام بل بوقفة تأمل واندهاش. هناك العديد من العوامل التي يركز عليها ويأخذها بعين الاعتبار، منها سكون الهواء وعدم وجود أي حركة قريبة، لأنهما يؤثران على العمل، لأن فن التوازن يحتاج إلى هدوء تام وتركيز كبير ومحيط خال من الضوضاء وصفاء بال. لذا فإنه ينجز أغلب أعماله في الصباح لأن طاقته تكون عالية. فن التوازن فن صعب، يحتاج إلى هدوء وتركيز عالي جدا مع قوة تحمل وصبر. الأعمال مالتي ما يأثر عليها فقط بس الهواء والحركة. الطموح اللي عندي خلاني أسوي أعمال صعبة وأعمال شبه مستحيلة. أكثر أعمال أمارسها بالصباح تكون طاقتي 100%، يعني يحتاج إلى راحة بال وطاقة ونشاط يعني كامل عندك. جمع عمله بين التشكيل والفيزياء، وحقق شروط الاتزان بوضع مراكز ثقل الأشكال غير المنتظمة لتكون في نقطة واحدة. يحلم بالوصول إلى العالمية وتقديم عروض خارج العراق. نتمنى من الجهات المعنية الحكومية أن تدعم هذه الطاقة الشابة وأن تكون الممثل للعراق، لأنه يستحق إبراهيم أن يصل إلى ما هو عليه حاليا. إبراهيم أبدع اليوم بعمله، عمل التوازن، ونتمنى من كل شخص معني أن يهتم بهذا الشاب اللي هو من مدينة الناصرية، واللي رغم التحديات ورغم الصعوبات ورغم ما كان يدرس ويعمل ووظيفته ما أثرت أي شيء عليه بعمله، واليوم أتقن وأبدع بفن. ست قنان غاز على قنينة زجاجية صغيرة، ويعد اللاعب الوحيد في العالم الذي نفذ هذا العمل خلال 2:55، وهو رقم عالمي لم يسبقه أحد لتسجيله. يعمل بجد كبير استعدادا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وازنت أشكال مختلفة، أحجام مختلفة، صخور، أشياء صغيرة. وازنت ست قناني غاز على بطل زجاج،
الأول بالعالم يسويها، ووزنت 7 أكواب الأول بالعالم يسويها، أعمال انفردت بيها. إن شاء الله عندي عمل قريب لدخول موسوعة جينيس الأرقام القياسية، أطمح للوصول للعالمية، احتراف هذا الفن، تقديم عروض عالمية خارج العراق. اليوم إبراهيم أتقن قنان الغاز وصل بها إلى 6 قناني، والأكواب إلى 7 أكواب، والبيضة إلى 17 بيضة، والكرات اللي هاي اللي الكرات لحد الآن يعني بدأ إبراهيم أعتقد الأول بالعراق أو بالعالم اللي ينجز الكرات أن يوقف شيء على شيء. على الرغم من عمله في رعاية المرضى في المستشفى، بيد أنه خصص وقتاً لممارسته هوايته وموهبته، تلك الموهبة التي يمكن استثمارها في بناء الأبراج والهياكل الهندسية بحسب المختصين. الواقع القواعد الفيزيائية أنه يحقق فيها شروط اتزان، وبالضرورة أنه إبراهيم يعمل على جعل مراكز الثقل هذه الأشكال غير المنتظمة هي تتفق وتكون بنقطة واحدة، لكنه هو بالواقع يستخدم موهبته وتجربته في هذا المجال. هذا من جانب. من جانب آخر نلاحظ أنه هذه الإمكانية ممكن استثمارها في بناء الأبراج أو الهياكل الهندسية الرائعة التي يستفيد منها المعنيين كالمصممين الهندسيين أو المعماريين.